اول حلقه في سلسله الجرامر والازمنه، السلسله اللي هتشربك جرامر وازمنه وهتحس بجد بالازمنه وازاي تختار ما بينهم. دعمك يهمني جدا في اني اكمل السلسله دي. لو انت لسه ما عملتش شير او لايك بليز دو ذات. معانا النهارده اول زمانين واكثرهم انتشارا ومع ذلك ابسطهم، وهو السيمبل بريزنت او البريزنت سيمبل، ممكن نقول الاثنين عادي على فكره، والبريزنت كونتينيوس اللي هو المضارع البسيط والمضارع المستمر. الحلقه هتمشي كالاتي عشان تبقى فاهم معايا. اولا هشرح هاو تو فورم، ازاي تكون كل زمن، او كل زمن بيتركب من ايه او بيتكون من ايه، كسؤال وكنفي وكجمل عاديه. وبعد كده هشرح لك الاهم واللي هو المينينج او معنى كل زمن وامتى تستخدمه. وتالت حاجه هشرح لك شويه اكسبشنز او استثناءات. يلا بينا، خلينا نبتدي مع المضارع البسيط. والمضارع البسيط بيتكون من الاتي: بنجيب سبجكت اللي هو بيبقى الفاعل او موضوع الجمله، ممكن يبقى ضمير وممكن يبقى اسم، وبعدين بنجيب بعد الفيرب وبعدين بقيه الجمله. ولا اسهل من كده. خلينا اديك مثال. لما نقول مثلا I play soccer، انا بلعب soccer، بلعب كوره. They listen to music، هم بيسمعوا مزيكا. يبقى فاعل وفعل وبقيه الجمله. احيانا بقى بنضيف للفعل اس لو احنا بنتكلم على third person، يعني طرف ثالث، اللي احنا بنقول عليها في العربي مفرد غايب. مفرد غايب يعني مش غايب، مش موجود معانا، ممكن يبقى موجود معانا بس مش موجود معانا في المحادثة، غايب عن المحادثة. يعني مثلا انا واحمد دلوقتي بنتكلم على علا قاعدة معانا مثلا، فهقول لك مثلا علا love، لا لازم احط اس، علا loves movies، علا بتحب الافلام. ممكن اقول she لو مش عاوز اقول علا، ما انا ممكن استخدم اسم ممكن استخدم ضمير، ممكن اقول she loves movies. فلو بتتكلم على طرف ثالث حتى لو هو موجود معاك بس مش موجود معاك في المحادثة، لان انا بكلم احمد دلوقتي ما بكلمش علا، فبنحط اس على الفعل. طيب ازاي تنفي فيه المضارع البسيط؟ عشان تنفي كل اللي بتعمله انت بتستخدم don't او doesn't وتجيب بعده الفعل. فخلينا اديك مثال. لما بقول لك مثلا المثال الاولاني لو انتوا لسه فاكرينه، I play soccer، انا بلعب كورة، عاوز اقول بقى انا ما بلعبش كورة انفيها، هجيب don't واقول I don't play soccer. سهلة جدا اهي. طيب لو بقول احنا بنسمع مزيكا، we listen to music، عاوز اقول احنا ما بنسمعش مزيكا، هقول we don't listen to music. امال doesn't نستخدمها امتى؟ هنرجع تاني للthird person لو بتكلم على طرف تالت. لو انا بتكلم على طرف تالت زي علا وقلت علا بتحب الافلام، وعاوز اقول علا ما بتحبش الافلام، هقول علا doesn't love movies. علا doesn't love movies. وخدت بالك من حاجة؟ لما حطيت doesn't انا شلت الاس اللي كنت حاططها في الاول، يبقى علا loves movies بقت علا doesn't love movies. يبقى تاني عشان تنفي في المضارع البسيط بتستخدم don't او doesn't. doesn't بتستخدمها مع he و she و it واي طرف تالت، و don't بتستخدمها مع بقية الضماير وبقية الاسماء. doesn't تاني مع اي طرف تالت، third person. طيب ازاي اسأل بقى في المضارع البسيط؟ عندنا حاجتين، عندنا بنبتدي الفعل بdo او بنبتدي الفعل بdoes. do زي النفي بالظبط، بنستخدمها مع كل الضماير، وdoes بنستخدمها بس عشان نسأل مع he و she و it واي طرف تالت، يعني محمد، علا، حد بتكلم عنه يعني. تمام خليني اديك مثالك. لو انا بكلمك انت وعاوز اقول لك انت طبعا لا he ولا she ولا it، وعاوز اقول لك انت بتحب المحشي، تمام؟ فهقول لك do you love stuffed rice؟ do you love، واجيب الفعل في المصدر. طيب بنتكلم على احمد بقى، وانا بسالكم مثلا على اساس انكم تعرفوا احمد، فبقول لكم هو احمد عنده اخوات بنات؟ فهقول لك مثلا does احمد او does he، المهم ان احنا بنتكلم عن احمد، does he have sisters؟ does he have sisters. ده الموضوع باختصار. ابتدي انت بقى تكون اسئله تانية بنفس الطريقه. يبقى عاوز تبتدي بدو او تبتدي بدوس.
دلوقتي بقى هناخد التركيبة بتاعة الـ present continuous أو المضارع المستمر، ولو أنت فاهم التركيبة بتاعة المضارع البسيط والمضارع المستمر نط على طول على النقطة التانية بتاعة الـ meaning أو الفرق ما بينهم في المعنى. خليني أقول لك إن المضارع البسيط التركيبة بتاعته بسيطة جدا، عندنا am و is و are، وبعدين بنجيب الفعل وبنحط عليه ing. خد بالك إن لو الفعل عليه e زي مثلا فعل arrive يعني يصل إلى، إحنا بنشيل الـ e وبنحط على الفعل ing. اوكي طيب، am بتيجي طبعا مع I، و is بتيجي مع he و she و it واي طرف تالت، و are بتيجي مع اي حاجة تانية. تمام طيب، خلينا اديك مثال. لو عاوز اقول مثلا انا بلعب كورة فهقول I am playing soccer، I وبعدين am playing soccer. عاوز اقول لك هو بيلعب كورة هقول لك he is playing soccer. عاوز اقول لك احنا بنلعب كوره فهقول لك وي وبعدين ار مظبوط وبعدين playing soccer. تمام، نحط على الفعل ing. دي التركيبه. النفي في المضارع ان احنا بنجيب am و is و are وبنحط عليهم not، ف am بتبقى am not، is بتبقى is not او isn't، are بتبقى are not او aren't. خلينا اديك مثال، خلينا ننفي الجمل اللي انا اديتها لك في الاول. لما اقول لك مثلا I am playing soccer وعاوز انفيها هيبقى I am not playing soccer. He is playing soccer يبقى he is not او he isn't الاختصار بتاعها playing soccer. We are playing soccer الاختصار بتاعها او النفي قصدي we are not او we aren't playing soccer. فيبقى عندنا am not isn't aren't، ده النفي. تالت حاجة، ازاي تسأل بقى في المضارع المستمر زي ما عملنا في المضارع البسيط، جبنا do does حطيناهم في الاول، برضو في المضارع المستمر بنجيب am و is و are وبنحطهم في اول السؤال. فلو انا عاوز اقول لك مثلا بالانجليزي انت بتلعب كورة دلوقتي فهقول لك are you playing soccer، are you playing soccer. عاوز اقول لك مثلا هو بياكل دلوقتي is he eating، is he eating وهكذا. كل الموضوع انك هتجيب الحاجة في الاول، هتجيب am او is او are في الاول وبعدين تجيب الضمير او الاسم اللي هو subject وبعدين تجيب الفعل وتحط عليه ing. يلا بينا بقى على تاني نقطة وهي الاهم، وامتى تستخدم كل زمن من الازمنة دي. دلوقتي واحد يقول لي بص يا عم الحاج احنا كده خلاص فهمنا التركيبة وشربناها وقضينا فيها وقت كبير، انا عاوز اعرف امتى استخدم المضارع البسيط وامتى استخدم المضارع المستمر. خليني اقول لك الخلاصة بمنتهى البساطة، present simple هو زمن permanent يعني دائم، يعني حاجة بتحصل على طول. المضارع البسيط هو اللي مستمر، لو انت فاهم المستمر كده هو اللي بنستخدمه في حاجة بتحصل على طول، عشان كده بنستخدمه لما بنيجي نتكلم على habits العادات، دي حاجة بتحصل على طول. زي مثلا لما اقول لك I go to the gym every day، انا بروح الجيم كل يوم، او I go to the gym twice a week، انا بروح الجيم مرتين في الاسبوع. facts الحقائق دي برضو حاجة بتحصل بصفة مستمرة او على طول. لما اقول لك مثلا we all die one day، كلنا هنموت في يوم من الايام، وحدوه. تمام، مش لازم تبقى حقيقة علمية ومش عارف ايه زي ما بتشوف في الكتب، يعني انا بجيب لك من الاخر اي حقيقة وانت حاجة مدركة انها حقيقة. بنستخدم كمان المضارع البسيط لما بنتكلم على التايم تيبل يعني جدول المواعيد، او حاجة بتحصل على طول او حدث بيحصل باستمرار. لما اقول لك مثلا the train leaves at 6:30، القطر بيغادر الساعة 6:30، ما هو غادر امبارح وبيغادر النهاردة وهيغادر بكرة، ده حدث متكرر حاجة فيها استمرارية. فمن غير ما تحفظ اعرف كلمة سحرية، لما بتتكلم على حاجة بتحصل باستمرار بشكل دوري use the present simple او استخدم المضارع البسيط. المضارع المستمر او present continuous is a temporary tense يعني زمن مؤقت، بنستخدمه مع حاجات بتحصل بشكل مؤقت واحتمال ما تكملش وتتغير الحاجة دي. خلينا اديك مثال بقى عشان اقارن لك ما بين المضارع البسيط والمضارع المستمر. لما اقول لك I live in Germany ولا I'm living in Germany، أنه صح؟ الاثنين صح، بس يعتمد على انت عاوز تقول ايه. I live in Germany يعني انا عايش في ألمانيا على طول، وانا بكلمك مقتنع ان الموضوع ده هيستمر في المستقبل، طبعا الغيب بتاع ربنا، بس انت مقتنع ان انت عايش في ألمانيا على طول، كنت عايش وبتعيش
وهتعيش، فده مضارع بسيط. لكن لما تقول لي مثلا انا عايش في المانيا الشهر دوت وهرجع منحة دراسية او حاجة زي كده، فهتقول لي مثلا I'm living in Germany right now. I'm living in Germany. انت مثلا عايش الشهر ده وراجع، دي حاجة مؤقتة. فالموضوع بمنتهى البساطة، الفرق ما بين المضارع البسيط والمضارع المستمر، المضارع المستمر حاجة بتحصل بطريقة مؤقتة وهتتغير، لكن المضارع البسيط حاجة بتحصل على طول. خلينا اديك مثال تاني. لما حبيبك مثلا يقول لك I love you، كده هو بيحبك طول العمر، بيحبك النهاردة وهيحبك بكرة وبيحبك على طول. المضارع البسيط هو اللي بيحصل باستمرار. لكن لو قال لك I am loving you okay tonight، انا بحبك الليله دي، فهو دي حاجه مؤقته كده، ممكن بكره يقلبك او حاجه، فلازم تخافي. فلازم تفهم هو ده الموضوع بمنتهى البساطه. المضارع المستمر بيحصل بشكل مؤقت، لكن المضارع البسيط بنتكلم دي عن احداث بتحصل على طول والطبيعي انها مش هتتغير. اوكي، فتاني ما تخليش المسمى بتاع present continuous المضارع المستمر يلخبطك. هو اصلا في الانجليزي اسمه progressive tense، يعني زمن متغير، يعني مضارع متغير، سميه كده. لكن الزمن المستمر فعلا هو المضارع البسيط، هو اللي حاجة بتحصل على طول. اتمنى تكون فهمت الفرق ما بينهم. دي كانت اول حلقة في سلسلة الجرامر والازمنة. لو عجبتك بليز ادعمنا بشير، ده مهم جدا، وهنعمل حلقات تانية ان شاء الله نوضح فيها بقية الازمنة. Thank you and wish you all the best.